بمشاركة 35 عارضا دوليا وأكثر من 500 مشتر من أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، تختتم فعاليات النسخة الثانية من معرض نيبيو للذهب، معرض يمثل بحسب القائمين عليه فرصة جيدة للتعرف على أحدث ما وصلت إليه صناعة الذهب وأحدث التقنيات العالمية في هذا المجال. الناس مبهورين جدا بالشغل، حتى الناس الأجانب اللي جت مش مصدقة ان الشغل ده مصري، غير لما شافت اللوجو بتاعنا وابتدت الحقيقة الناس كلها عاملة شغل ممتاز، مش احنا بس، لا كل الناس عاملة شغل كويس جدا. فاحنا ان شاء الله عشمانين ان شاء الله في موضوع التصدير ده، اللي هيبقى يعني هو ده اللي هيخرجنا من عنق الزجاجة زي ما بيقولوا. وزاد عدد العارضين في الدورة الحالية بمقدار 35% مقارنة بالدورة الأولى، حيث تشارك عدة دول أوروبية وأسيوية وإفريقية بينها إيطاليا والإمارات والهند وتركيا، وهو ما يتيح فرصا لزيادة الشراكات بين الدول. العرض الدولي دوت خلى فيه انفتاح للشغل المصري، مشغولات التصنيع المصري انها تتصدر للخارج، والحمد لله لقينا قبول كويس جدا من الحكومه ان هم يشيلوا المصاريف الخاصه بتصدير المشغولات، حاجه كنا بنناشد بيها بقالنا فتره، وخدنا وعد اول امبارح الحمد لله ان المصاريف ديت هتتشال، عشان المصاريف ديت كانت بتخلي الشغل المصري سعره غير منافس امام بقيه المشغولات الدوليه. وبلغت قيمة الصادرات المصرية من الذهب نحو مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما يدل على اهتمام المسؤولين بهذه التجارة، وخصوصا أن مصر تنتج ما يقارب 16 طنا من المعدن الأصفر في العام الواحد، وتسعى إلى زيادتها من خلال 270 موقعا في أنحاء الجمهورية. تستهدف مصر من خلال إقامة هذا المعرض الترويج لصناعة الذهب في البلاد، خطوة يأمل المسؤولون أن تكلل بنجاح لتسهم في تعزيز مسيرة هذه الصناعة في البلاد، فضلا عن فتح مزيد من الأسواق لها في الخارج. أحمد مصطفى، الغد، القاهرة.